بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن وناسين صاحبيال وحد كسر باتان إن وريس على يلا دانو معلن كعول قرن الصومالية سليم ذا إلمن مركان معلن عصوب أما توبر عصوب لا مجاوي كعذو كبدع ترسن إن معلن كوحان كوريس دانو تاريخ ديسا إن كبدع تمشي كسب لاوي هدوءها عياريهن أنت بالشيء كون كاس يعني كوريس دانو معلن فريرة إن وهم معلمو كسر بقول فيم بل إنهور بحي نلش هذا هل كانت كل هذا تي مشهد كسوبر بارت. بسم الله الرحمن الرحيم ناني هذه أنا كم هذا علنا يا معناها صدنا ديو وليس نيسو رونتي جول إف إم وأنا جو حلا مشاري له تهويد سبورتيا أدل كيرنا ويا جول إف إم ويا بكل جد كذي سبورتس ميديا بيكي جسم. أركا الحمد لله قايبا كذب بيقولون أما تلفزيون نقدر أما إذا عطنا نقدر نوحنا مسلنا ماشي الله يسوع عيرات كاس إلي تقول إف إم أركا في الحد يعني كل غيب سنايا مركا الله بعد أنا تاريخ ذي إذا نولد كان كل شيء يقول لنا للشديد ذي مع كل شيء حافظ ذا نجمة حمر الجب يا رهان ماشي الله يقين أنسلوت السوق أنسلوت بوكيسة لكن بعد ما أبيه وها أسكري بليسة أم شركة بليسة وحن نلشي أنت بدنا أخو قاطي سكولة بلوتسي وأمرك دم أبو لورها يقول يدور دو إكسيسي هل كاس يعني أنت بدنا أنا معناها كسوق كري بحب الشديد دكسي القرآن كا كل ماشي أكو سوق قاطي وها الكاس مركا وحن كل بقياس يعني أنا دان سنة كان عن عالمين تا لكن كم من دوام عندك وده دوام أنا غناي لبي لحد كيان دشي أوكي وقرتي معلمو ما كل جلسة تجو إنه لش هذا نهضة كل على تي بري نقول شيء وحبر الشدة إلا هيك تكرت بسم الله الرحمن الرحيم إن ترى تكون شغال بقول اللي إحنا نسديدي وحن حمر سيدة يمسك هوس قبل لابي سكول كواج هو الحمر الجبل اللي يجي لكن حتى قريب كم من ده كده وين سوما مقدشو سكول كاسر كاسر مكسو دمي سكول حمر الجبل الصبح ولا عندك مذا يلا صار هاي لكن أنا مركز الدمين أي وحنا فصل كسديدات وحنا سي كل صار وقولنا ما يصير وحبر شيء نتكلم منيت دوكسيا سر بنادر دوكسيا هوس هوس كوي لاتك أكتوبر مركز تستان إيد كم بعد دوكسيا بنادر هنقولي كدي بحال هذه شغالي غرق وهذا الجوهر هل كان سوى حوالي ماشي أكثر صوب بيري معناها كل بدأ عقده قبل كشاب هذا اللي حيان كسوى كوب غاضي قبل السنة جديتني كودي يوحنا عياري قبل كشاب هذا اللي حي جديتني الله بدو حوسه ولي نادي قدور ده هو مقدشو ما قاس مقدشة وحلو رجل من الشيب يقول لك واجد محلو به ام سي سي وما عرض ام سي سي وضعت مقدشة كلاب هل كان سوى اصلها كيمد أمرك إذا ما كنا شغال بقصديات اللي حرك قرار كسينير كأيام كبير يدو كلاب كي أنا عيال جد الدولة دهوسة جيب كيس من حرك قرار ك جيرس لا تنجر هذا صح مركا وحن كم إذا في المك اللي يجري ما أنت بدي بخير جري لكن أنا سيزن كاس أنت بدن يا رجلو يسيا كنا وعمي أو ما أنا عيال إلا عيال ناس يكلم ما دين هل عيال ركب إذا ما عيال لكن تيم كنا بوحلو مك عايز ما أدرت وانت جات واقرتي ما كان لسه توحب رشاد هذا هيك هذا كبدا عقتها نت بدن أنا أهان وحن كوكو برتي أدو معلنا إن تاريخ أهان كامها إن عياريان أهيد سيلا مدد كي داونا دخيب أي كي بايقا بل إن أوشا كي كبدا عقتي ماشا كسو بلاضي حد ياد أهيد عياريان سيلا كونو قد يتوبر إنت بغن أوشا كي ما شاء الله يرانتي ديورتا أهان كبدا عقتها سكول بلوسي وحلا هذا قربو ووين وبرحضاء وحن كو أول جرواج هو رقرو كي إسكال أهيد كو هذه كبدا عقتها الأورنجي ببوليسك قروني كلها ماشي هذا تريك توجد إكتاريهين صح قرون كذا يرتوي كل يالي جت عبد الكوس الله أن حليسته سعيد وعلى الله أن حليسته كيلر سعيد إسماعيل سعيد كوه حسن معنا بركور أنا ماشي أنا جعل كبت كسب بلا نهر كاسعيد والبليس نوانا كوه هذا البليس كانوا كوه السنة دي الحين مين لما تكون دلوقتي كمان روك عام كل إشي لكن هو سيد على السمي أو كوه هذا البليس كوه هذا كلام وانس كده مركب قرون ما سأني هرتا كسب بلا كبت دعك تانو ير مركب عيرتي أزواوي اللي يجي اللي يجي هذا وفي عن تاي سيوت ثانية الحق كون أيوة دوت كده عيرتوية تاوه إيش صرت تجلس إنا مركب هو رئيسي الماء يركاه وشان يتبجر ذا أيام دكمة حمر جب مين بالي جد مين قاس عنك قريب قلي كبعد المركز أو حن لغضي معنا عيرتوية رفيعان وقت قاس كذي وقت كومن أو حاجة تعالى نورا قبر ولا شيء ودكمة هذا نجن قال هان جد كصدق كا مركب حن كم ذا جيل كي واجد بالو أساسي قعد حالي ما قعد حالي وحنا قرانك قعد حالي جنا قعد حبرنا قعد حالي يا مركزاسي قعدت واجد بالله خلنا يرد ما قعد سلي يا كوح سمي وكوح قعد حالي اللي يجري قدر تانا وحي كل ما تبرك وده ميسك كوحد اللي سفانا سفانا صح أصل كده قعد حالي وهاي إيه هذا البترول كا مركز مواتي نقطة بترول كا سفانا ويبقى قلت أمرينا صح أنا مركز أصعياري على كل حال قبل الله قبل كشبي الله ده
heerarka la ciyaaro dhan waa soo ciyaaray junior waxaan u soo ciyaaray isnaay oo jowharka dhisneed gobol waxaan u soo ciyaaray shabeellada dhexe degmo waxaan u soo ciyaaray balcad naadi waxaan u soo ciyaaray dowladda hoose ee xamar qaranna waxaan u soo ciyaaray qaranka soomaaliya sawiradiisida waa la heli karaa hadirtaan waa gartay macalimu boosi ka ciyaari jirtaa aniga waxaan ahaa runta marka kuu sheega weerarko dhan ka ciyaari jiray waa labada lugood ana isku si aan ugu ciyaari jiray midixii midig waa ku ciyaari jiray isku si aan ugu darbeyn jiray waxaan fursadaas aan ku helay anoo yaraan suulka ka jabay midigta anoo midig ku ciyaara taas waxay ii saamaxday banooniga jacaylkiisa iga tanbadan yahay inaan lugti midaxa isku dhibo suulka ilaa kuma ciyaari kariya taas waxay keentay marka labada lugood aan kubad ku wada barto waayo dalkeena akademiya kama jirin cunug isagoo kubaddiisa watuu kacdo tagi jiray waa intaasa marka la dhisi jiray awoodiisa la dhisi jiray farsamihiisa lasii hormarin jiray mehe akademiya lagama soo qaaday markaan waxaa iska imaaday naadi iyo gobol baxan anoo labadood ku ciyaara marka waxaan ka ciyaari jiray nambarada tobnaad sagaalaad koo tobnaad iyo toddobaad waa gartay macalimow adigoo ciyaariyaan ah horta xirfadda tababarnimo goolaha kusoo biirtay maxaana kugu dhiliy inaad tababaro noqotay runtii waxaan ka mid ahaa aniga ciyaartoyda uu macalin ku noqday macalinkii reer gaala macalinkaas wuxuu ahaa macalinkii ugu horreeyey ee africa ee saddex jeer koobka african cup of nation ama koobka qaramada africa ku guuleystay sax macalinka labaad ku guuleystay waa xasan shaah xataa ninki waxaan dhinahaa macalinkii reer masar sax asigana xasan shaxaada saddex jeer ta qaaday macalin kalo saddex jeer qaaday ma jiro koobkaas waa labadaas macalin labadan waa labada macalin africana midna waa masaari midna waa ganes macalinkaas ganeska horta anaga macalin noo noqday 1983 marka macalinkaas ayaan waxaan ka mid ahaa raggii turjubaanada uu ahaa aniga iyo macalin cawil iyo macalin geel aan ahayn turjubadii aan turjumayay waxaan dareemay in kubadda cagtu ay aqoon tahay barashana u baahan tahay waayo waxaan iska haysaa bnoni waa la iska cayaaro markii hore taas waxay ugu dhalaysay marka anoo still player inaan 1989 kooraskii macalinnimo isaga iyo nin jarmal oo hore scritli ay qabanayeen aan ka qayb galo shahaadadiidi ugu horreysay macalinnimo marka halkaas 89 ku qaatay sagaashankii xataa waxaan assistant u ahaa ilmaha yararka ah mashiibi oo ciyaalkii yarada oo teenage akademiyada oo macnaha ciyaaraya koobka juniorka si ambitani ku qaadeen waayo macnaha macalinkaas soo diyaariyey oo ciyaalkaas waxay ahayn ciyaal professional ah kadib ayuu seeriyaha soo geli kara waxaan ka taqaanaa aan u malaynaa cabdibaaskida ka mid ahaa ka mid ahaaye raggaaseeta junior tababaridoodii ayaan macnaha runtii waxaan kusii qaataa hadan waayo aragnimo anoo marka macalin aqoon ahaanna macnaha macalinkaas ka faa'iidaystay shahaadana haysta ayaa dalka burburka ka dhacay dib waxaan dalka ugu soo noqday 1989 markii hore waa qaxay etoobiya meelahaasaan u qaxay caruurtii reer beledweyney jireen hore oo sii wadaadsabaan wada aadnay markaan soo noqday ayaan macnaha waxaan macalin u noqday degmada xamarajab ayaana degmooyina la ciyaaraya markaas waxaa qaaday shibis ayaa qaaday laakiin xamarajab anigu markaas aan qaaday aan wado macalin ahaa ayaa finaal la imaatay marka finaalka la iga qaaday ayagana shiikaalo waan watay oo macnaha markaas macalinkiigana ahaa aniga markaas kadib waxaan u wareegay dhinaca kooxaha waxaan si macnaha volunteer ula shaqeeyay dhowr kooxood koox keeska la dhihi jiray oo nin oday oo guddoomiye ka ah cabdilla la yidhaahdo koox kale oo la dhihi jiray ee badbaadada naftirkeeda muddaan caawinayo saaxiibkai ajeello waa macalin ka ahaa laakiin markii ugu dambeysay ugu horeyn waxaan si official a club ah macalin ugu noqday elman kadibna elman markii aan ka tegay waxaan macnaha elma kama tegen waxaan u tegay waxaan qabtay oo kaleo anigoo macnaha volunteernimo ula caawinayo kooxdii kubadda cagta ee qodxaaley waa markaas ciyaar qodxaaley saaxiibtinimadeenna hore iyo taarikh safaanadeesa macnaha aan muddo la waday kadib kooxdii muqdisho city oo dhallinyarada macnaha kooxda gaadiidka hadda ah ayaan iyagana heer kalabaad ka soo bixiyay heerka koobaad keenay elman ugu dambeyntii 2011 aan macalinnimadii macnaha aan halkaas uga gudbay kadib waxaa xulka qaranka aan u wareegay waxaan leeyahay dhammaan xulalka qaranka ee dalkeena under 20 under 17 under 19 ay jirta xataa mar aan kaxeeyay iyo senyorka under 23 intaba waa aan kaxeeyay marka xulka qaranka ee number 17kii burundi ee finalka tagaayay team manager aan u ahaa anaa macnaha team manager iyo coach salaada macalin ahaa coachka iyo managerka laba shaqo waaya marka aniga team manager aan ahaa salaadna head coachku ahaa macalin daa-uud isna wuxuu ahaa macalinkii labaa assistant coachka macalimiintii soo diyaarisana waxay ahayn nuur amiin xasan xuseen iyo macalin shirwac oo hadda waddanka ingiriiska ku nool runtii waxay ahayd shaqo macalimiin soomaaliya aad u qurux badan ay qabteen macalimiintaasna qayb aan ka ahaa marka dhinaca macalimiin badan halkaas ahay marka waa gartay macalimow iminka waxaad kima waday koox jabuuti ka dhisan siyee kugu suurto gashay inaad koox jabuuti ka dhisan aad soo lelisid silim inaad kooxdaas heerka ka ciyaarto iyo inaad koobkula soo guulisato runtii kooxda f c dakhila la yidhahdaa reer jabuuti sidaa ogtahay macnaha macalinnimadu waa dhowe noocyo badan tahay macalinku mar waa maxay waa macalin junior ah mar waa macalin senior ah
مروا معالي ناشونال كوج صح مروا معالي بروفيشنال كوج بروفيشنال كوج صح مركا ميل ان دلكا بروفيشنال كوج كمان نكون كرتي بركا دلكا يا جوتا ولو معالي بروفيشنال انا نكون كرتي معالي كوج معالي دو كوج لكن ليغا وخي كاري ليغا بروفيشنال يكون ان بروفيشنال صح صح ليغا او جبوتو بروفيشنال ليغا قارنو اماتور صح قارنا بروفيشنال وا لو خوغ سدا صح وا تاس كو عدينا يا الله كزونكا كا يار جيبوتي جيبوت صح او هره او سوياري برشلونه يا ارسنال يا ارسنال او سوياري اتقالي يا خوغ قلق وا حد كا يار مع عيارتي كا يارتو وا كبيد كابتن كا خوغ قلق اي بروندي جيبوتي كا يار كابتن كا خوغ قلق اي كامرون استرايكر كوباد اي ايفري كوست كوتيفا وا كبيد مع عيارتي سينير اه او حتى قارك تركي اي كسو عيارين او بنين يو كامرون يو باجي مخان كلها ان 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 غانا صح ودوم كل دول كل دول اولا كعيارتي بروفيشنال غدودي قاركود يورب كسو عيارين صح قاركود كسو عيارين ان ان قرمدود معناها او قرمه واوين او ادوك لغا يقانا صح marka qaran li waxa ku kariyo ku doonta aniga waxa ahayd inaan macnaha aan macallin professional kariyaha meesha ka dhiman halkaas ahayd macallin junior waan noqday macallin senior waan noqday national coach waan noqday professional coach waan noqday marka club-kiigana runtii club aad u fiican u dakhil u ahaa xiriir ay la soo sameeyeen ayaan aniga jawaabta aan uga jawaabay macnaha runtii aan ku wada xiriirnay waxaan isku ay xiriirnin aan saaxiibannahay oo jooga Djibouti oo laakiin technical director markaas ahaan jiray sax wal maxfuud aan lahaa ilaa hadda macnaha uu jooga marka laba sano kontrada la galay sanad markii aan shaqeeyay ayay waxay dhahayeen haddana macallin kontrada noo kordhi sax waan iska yeelay laakiin kontradi waa dhameyn waayay waxaan uga soo tageen waxay ahayd dhibaato xagga cimilada Djibouti aad u kulushahay ha dalkeygana ku cimilad ma ahan anigana waa ii buuxsatay shuruudii aan rabay oo aan macallin professional noqdo runtii waxaan kula wadaagi karaa xataa ma aragtay reporto iyo recordyo horyaalka waxaan ka soo tageen oo hoggaaminaya sax koobka jira waxay ku guuleysatay jira Daudka camal ayuu u dhigmo koobka wadanka ee aadna sax koob nasional ee dhahan ayay macnaa ku guuleysan hadda sax marka asagana macnaa labada guuleey ugu horeeyay waxa kasoo gudbiyay sax laakiin aniga kadib waa ku soo xanuunsaday kuleelkana waa sii xamili waayay sax waa jabuuti marka qaar kood kooda diri gaaraysa anagana marka anaguna waxaan ka qabilnaa sudan iyo shan iyo waxaan ka qeylnaa marka maarsa waa abril waa dhahan marka saas daraadeed Djibouti runtii waxaan ugu xishay waxeed inaan soo dhameystirto kareereega hadda contract-kiiga wakiigan aan caawino badama dalkaas wuxuu heerkaas ku gaaray tahay marka fartinta aniga aruntii aan rabay waxay tahay inaan gudbino afar ciyaartoy oo ajnabi oo la keeno oo waxba tarin hal xabo wanaagsan in la keensado ciyaartoyda dalkeena aan siino fursado sax macallimiinta dalkeena iimaanayna in lagu keeno aqoon iyo waay aragno majlis taariikhda kubadda cagta lagu ma hayo macallin laysan ee heysta ama b oo macnaha oo diwaan gashan kaafka diwaan gashan wata dalkeena ma iimaan maana macallin afrikaan keenina macallin ajnabi keenina ajnabi ma marka day luqad tahay de ko soomaali iyo ingiriis way yaqaan laakiin aniga macallimiin dalka waxaan ku hubaa ilaa 22 ama ku dhawaad 3 ciyaartoy macallin oo heysta shahaadada heerka labaad waxaa kamid ah Cabdi John iyo Cali ayaa kamid ah Mahad Maykon ayaa kamid ah Gadaamo waa kamid ah Xasan Faarax ayaa kamid ah macallimiin badan oo laysan bi heysta oo sax ah ayaa jooga dalkii markii ayagana fursad la siiyo hadii kale macallin ay wax ka faa'iidi karaan ayaga ha waa shalay anaga macallinka ka soo ifbaxna waa macallinka ku sheegay sidii ajir koob afar gool macallinka koob iska dhaafay dalkiisa baa wariis macallinka noqono waxa leeyahay qaranka loo dhiibayaa kalaaba loo dhiibayaa marka macallin Soomaali dhibaato farabadan ku shaqeeyaa natiijo uu ku sameeyaa waliba saabka ku soo qaaday macallin Soomaaliyeed aniga ila socodsii aniga inaan ka badino dhamaan wadamada hadda ama Soomaali dalkeena Ethiopia ka badinay Burundi ka badinay Uganda ka badinay Kenya ka badinay macallin Soomaaliyeed inta ku tirnaa dadka ka shaqeeya hooshaas xitaa salaad Soomaali way waa 17 salaad salaad macallin ahay manager aniga ahaa waxa soo diyaariyay Nuur Amin iyo waxa soo diyaariyay Xasan Xuseen iyo Shirwa Daud assistant coach ka ahaa marka fursada kariyo macallin Soomaali tu macallin fursada ka dambeysa ee ka qiimaha badan ee weelka abkeed macallin waxa la siiyay wadanka Bashir Raif wada la siiyay wuxuu sameeyay waa arkaysa last minute Zimbabwe marka ido ali hal iyo hal ay tahay 94 daqiiqo ay tahay inuu ogolaado in laba gool degdeg laga dhaliyo beddel ku sameeyay ha marka beddelkii uu sameeyay iyo macnaha xataa ciyaarta controlka uu leeyahay sax waa waqtigaas aan waqti macallinka aad u xisaabtami lahaa waa waqtiga beddelka uu sameeyay aad uga fikir lahaa waa waqtiga uu macallin oo focused ah uu noqon lahaa macnaha geesinimo ziyada ah uu la iman lahaa ma siimku ma isna noqonayn laakiin haddana waxa umaleysa in markaas uu macallinka uu big mistake oo dhinaca game strategy ga inuu sameeyay waqtiga macallimuhu ugu dambeyn maxaa jira macallimiinta marka ay heer professional noqdaan waxa ay heystaan shahaadooyin kala duwan adiga horta imisa shahaado haysataa oo heer coach ah runtii aniga
إنك تروي بعنا إسكوب في نادي بمرحلة إسحاق في سبورتي ديوان كشنطة ريكور كي سبورتي أنا وحنا معلن لسنة هستة لسنة صح من عكرة وحنا إنستريتر أو كاف أو سينير إنستريتر أو لبا وحنا كرا أنا هي معناها أنا معلمين سجار لوتو بري أو إنستريتر لما إني قاعد أفريقيا يوروب كاف يويفا كوجو إنستريتر أو معناها مشروع لنا اللي هي ميريديان بروجكت أنا إنستريتر كأهي ومعلمين إسكوبيرا حتى ما مرك قاركون وحنا هلا كنتاكتيو أو أنا إيجارة أو ما أقانت اللي يقول لنا أو أنا نبتك أنا كقيد ولا يمارك تي وكشابيو اسمه لارن وحنا لقيا ما بدل حتى أنا قلنا نيلو بعد صح أستمر أولاد وقتي المعلم هو أنا كأجمع هاد علنا فرصة أنا سيسي تعريف هذا سيدا ينوكش كيسي داو ديال ده سين كسو جبينا ورسك إيجار كان لي لنا أي معلم كده بانقل كي كوعدك بدأ عترسن معلنا فريرة هذا ما ستم علمه مركلة ذاك بالعشرة